الان في وسط الغابة يعني، الا تلفت هنا ما كاينش اللي يرحمك يعني، غادي غير على الله وصافي. باش انا الهدف ديالي هو نوصل ان شاء الله لهذيك القمة الجبل اللي فيها هاد القصبة. يعني انا الان باقي ما عندي حتى شي فكرة على الطريق اللي كتأدي. غنبقى غنشوف ما بانتليش الطريق ولا شي حاجة، نعاون ندير دوم الدور. غادي نشوف. عندك توريني وحش في الغابة راه عاد نضحك معاك. عافية تقول في المدينة كتكون شوية ضاصر، با هنايا والو، هنا الضصارة ما كتبقاش، تقول لي غير 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 عساس على منين تجي. يحفظ الله وصافي. المهم حنا غاديين تيحن ربي تعالى. هذه الطبيعة يبان لي مبقاش تبان ليش الطريق من هنا، خصنا نحاول نرجع منين جيت ونستأنف الطريق من جهة أخرى. الأمور ولات أصبحت معقدة، هادشي ما بانليش فيه. كنظن بأنني غادي نضطر نرجع، لأن هنايا غير الغابة ما غاديش مكاينش طريق واضحة. غادي نرجع بحالتي حتى نشوف شي طريق أخرى. أنا دخت، غادي نحاول نرجع. غير كنت مضطر باش نديرو نرجع باش نشد الطريق الصحيحة. الآن في اتجاه ديال هذا المكان اللي مازال بعيد شوية، وهذا الشي كله دابا عقابي كله طلع. يعني هنا خصنا نخدمو كاع ديك الطاقة اللي عندنا إن شاء الله. المهم احنا شدينا الطريق بعد عاوتاني نتلاقاو. بما انني في الجانب ديال ملعب التنس تيطيحو شي كور ديال التنس، انا غادي نلقطوهم. غادي نلقطو تبارك الله بحال غادي نلقطو فريز. واحد اخر عاوتاني، اوف ثلاثة اللي غندير لهم. غادي نحاول نرجعهم منين جاو، لان ساكن غادي ما نعرفوش نوصل ولا لا. هذه الشباك شويه عاليه بزاف، غادي نحاول كيفاش نرجعهم. ما وصلتش، اسف، ما عندي ما ندير. نشوف هذه عاوتاني، حتى هي والو. وهذه الاخرى ما عندي ما ندير لها والو، حتى قربت طيح ما وصلتش. اذا نكملوا الطريق، لان هذا هو المهم. المهم راه داخل الملعب. ما هنا يجيو تيجيو هنا يترينيو في وسط الطبيعة. هادو صحاب الهواة ديال كرة التنس. هادي هادي الطريق، حنا غادي نتابعنا ما عرفنا راه غتوصل. المهم حنا غاديين نشوفو فين غنوصلو. باقي ما توضحاتليش الطريق، مازال بعيدة لأن كل عقبة، وحيت هاد الطاقة ماشي طرق رئيسية غير بيستات وصافي. هادي ما تيبانش في الخريطة مزيان، لذلك أنا مازال غادي طالع على الله، ما عرفتش واش توصلني ولا ما توصلنيش. المهم أنا غادي لوحدي، راك
اكثر من ساعه ونص وانا غادي في الطريق. زيد عليها هاد العقبه هادي راه تعتبر تريبل ديال داكشي اللي عملت. وجاني العطش، ما كاين لا فين تشرب الماء لا والو، لساني وكراجي شحفو عار، ما كاينش لا فين تشرب الماء، ما عرفنا واش لقاو الماء ولا ما لقاوش، الله اعلم. المهم حنا غادي نتابعين الطريق تيح من ربي تعالى. كما كتشوفو راه مازال العقبة طالعة، مازال ما بانت لي شي هاديك البلاصة اللي انا غادي لها. قيمة الله في وسط الغابة شي تيخرع غير بوحدي في وسط الغابة، يعني راه تصور اي وحش يخرج لك شوف شنو غيفكك منو. حنا جينا هنا فين كاين واحد خزان الماء، اش كاين هنا قمة ديال الجبل. شوف نستخدم نظرة عامة شاملة على البلاصة اللي انا فيها، هاي المدن كلها كتبان من هنا، يعني موكادا، ريبويات، سردانيولا، يعني قاع المناطق كلها كتبان من هنايا من هاد القمة هادي. ومازال طالعة، مازال عم نشوفو فين غتوصلنا، حيت الطريق شوية مضيقة، الشجر كيتعانق وهذا الشيء اللي كيخليك ما تدوش بخاطرك. مازال عقبة طالعة، صعب جدا انك توصل حتى للقمة ديال هاد الجبل، يعني صعيبة، عقبة طالعة ومضيقة، ما عرفنا دابا حتى واش غتوصل ولا لا. انا غريب، شوفو من غادي تقولو واش بغا تسالي. فكرني بدوك الناس مساكين اللي كيحرقو من تيبغيو يدخلو للديوانة و تيخليهمش يضطرو يدوزو من الغابة بحال هكا. دابا عاد حسيت انا واخا ما عمرني جربت ديك الطريقة ديال الحرق، لكن هنا كتبان لي بحالها ولا كتر منها كاع، حيت انا هنا غير بوحدي، ما معايا غير الله سبحانه وتعالى، وما هز معايا لا ماكلة لا ما لا والو، وانا شحال يعني شي عطش كبير، شوف كراش نصيب الماء دابا. يلا دابا وصلنا لواحد القمة، واحد الساحة شوية عاد بان تيبان لي الضو، ولكن دي بلاصة باقا ما عرفتها منين، عاد خصني ندور عليها شي دورة، حيت هاد البلان لي عندي في جوجل تلفت عليه، تحايجت عليه يعني، ما تبعتوش مزيان، عاد دخلت الغابة زعما باش نختصر الطريق، الساعة جايك حلا لقا بغيك حلا ساعة عماها. المهم احنا دابا في قمة الجبل، هي المدينة فين كتبان روب، خصك ليها ساعات ديال المشي باش عاد توصل، وهنا ما تيبان لي الأثر ديال هاد المكان هذا. دابا وليت هواد شوية، كنهود ما تيبان ليا بحال تيبان لي شي حاجة قريبين ليها، على حسب انا دابا شفت الخريطة ديال جوجل، بان لي انا قريب منها غير حيت ما تيبان لي شي على ود الشجر ندرج عليها، كنظن راه حنا قربنا لها بلا شك، بدات تيبان شي حاجة، إذا قلت والله ان هاد الرحلة ديالنا ما تمشيش هباء. انا كاين الطريق ديالها خاصة، غير انا دخلت في الغابة وزعما قلت نختصر ساعة
حصلت مع الناس كيجيو بالطوموبيلات. شوفوا فين كاين هذا. راه عناظر شوله غالش نقلبوا على هذيك. نشوفوا ندوزوا لها من هنا. عندها طريقه ديالها خاصه، راه غير ما بديتهاش مزيان. دخلت في الغابه والشيء اللي هو اللي جيت هي بلاصه من هذا سكن مار ديال التخييم، تيجيو هنا يدوزوا العطله ديالهم. دابا بما اننا حنا في وسط الاسبوع، اليوم الثلاث باقي ما ها حنا وصلنا باذن الله. هذا هو المكان اللي كنا تنقلبوا عليه. هذا هو هذه الصومعه اللي كنت تتبان من المدينه ديال مونكاب. نسيتي اهلا بكم بيان غود، مرحبا بكم في ركشاك. ركشاك تابعه لمونكاب ركشاك. اذا غادي نديرو نلقاو شي نظره، بما اننا وصلنا بخير وعلى خير الحمد لله، غادي نحاولوا نكتشفوا شنو كاين في هذا المنطقه هذا. يعني اول مره كنجي له، غندير عليه شي جوله وغادي نشوفوا شنو المناظر كاين فيه. لا شك هذا كيطل على عده مناظر. اياه اول ما نبداو بالكروسه القديمه ديال الكوتشي الاول. دابا هاد الكوتشي راه كان كيتستعمل باش يطلع هاد العقبه كلها من المدينه حتى لهنا. هذا مكان يعني كان يعني عباره على سكن ديال شي ناس، شي عائله قديمه. ايوا والان ما ولا اصبح يعني اثار. هذا هو ديال الخريطه اللي هنا شي كله. اوه المهم حنا وصلنا، غادي نشوفو شنو غادي يعطينا هاد المنظر. من هنا كتطلع على واحد المنظر هائل جميل جدا، كتبان لك غير الغابة. حاجة وحدة اللي نحمدو عليها الله ما صادف هنا حتى شي وحش، حيت راه تيقولو تيكونو هنا الوحوش على الجهد، ولكني مع رعاية الله سبحانه وتعالى ما صادفنا حتى شي حاجة. فضل الله سبحانه وتعالى. اذا غادي نكملوا المسيره ديالنا. داخلين على الله بقى اول مره. احنا مازال السياحه ما مفتوحاش، هما تيجيو هنا السياح كثيرين. هذه منطقة كيجيو يزوروها السواح، يعني بما أن أنا مازال في الطوارئ شوية، الأمور باقا ما تسرحات. هذه عبارة على مقبرة ديال المنطقة، مقبرة الأموات. واش غندير؟ هذه حال الدنيا، آخرها الموت. مقبرات ركشاك. هكذا هي الأموات هنا كاينة، يعني ما كاينش أثر ديال الربيع ولا الزبل ولا تيعطيو قيمة كبيرة للمقابر ديالهم. يعني منظيفة كأنهم جالسين في الروض. هذا هو المكان اللي كنا ناوي نجيولو، حتى وصلنا له بإذن الله. كراسي فين يرتاح الإنسان، كلشي منظم.
أما شفنا أن هنا كان مقبرة، منظر هائل جميل على مومون كادر تشاك. كما كتشوفوا تشاهدوا من هنا منظر عام لكل البايز دو اوكسيدنتال اللي كيضم مونكادا ريكشاك، سانتا ماريا دي مونكادا، ريبويات، ساردانيولا، تبان حتى من هنا حتى البربرة ديال بايز وسافاديل وسان كوغات، كلشي كيبان من هنا. لأن هادي المنطقة جبل عالي، أعلى جبل. مرة أخرى هذاك الجبل اللي كنت فيه أنا شحال هادي مدة كنت درت فيه شي تصاور فيلم توتا هو طلعت حتى الفوق، نفس الشيء تيبان هكا يعني تقريبا نفس العلو. إذا هذا هو اللي كاين، كاينه واحد الجريدة ولكن اللي سادين ما نسموهش الدخول. الجريدة هادي حتى واحد الطيطة حتى هي ميميو هلا دير هاك الأرض الشجر ديال المزاح. يعني كان تاخدينا كمساء سكن شي ناس لاباس عليهم في داك الوقت، يعني باينة على الضجيج وما تيبغيو لا صغار تيبغيو لا مشاكل لا والو. يجيو لينا يهبطو على المدينة غير مرة مرة. لأن هو هذا اللي كتشوفو هنا هي الغابة اللي دزت منها، دزت في الوسط ديالها، الشيء اللي مكانش يخليني نشوف الطريق مزيان، مكانش يبان لي هذا المنظر هذا. اضطريت زعما باش نختصر الطريق ساعة تكرفصت بزاف، ولكن الحمد لله وصلنا. الإنسان ملي كيبغي شي حاجة كيوصلها، الإنسان ملي كيبغي شي حاجة كيوصلها كيوصلها، غير خاصو شوية ديال الصبر وكابر متقلقش دغيا. يعني هذا هو هذه الفكرة ديال اللي بغا يقوم بشي رحلة ما ينتظرش أنه غيلقى كلشي مزيان ولا ساهل ولا. بلاصة لا بلاك يعني الساحة صغيرة. شوف شي حاجة أخرى مبقاش علينا شي اللي كاين في هذا المنطقة. إذا غادي نحاول نمشيو بحال هنا نشدو الطريق من جينا، لأن مسافة هذا الشي اللي ضربنا كله غادي نعاودو نضربوه مرة أخرى. الرمز ديال هاد الصليبي، الصليب هنا فين تيجيو كيعبدو ولا تيقدسوه،
المهم هذاك الشيء شغالهم كل واحد لهم دينهم ولي دين كل واحد برمى خوه، حنا غير كنتفرجوا وصافي. إذا هنا غادي نخلو هاد الرحلة هادي انتهت، الحمد لله لقيت كلشي بخير، والآن غادي نشوفو شي طريق اللي غترجعنا، إما نرجعو من نفس الطريق وإما نشوفو إلا بانتنا شي طريق أخرى أفضل، غادي نشوفو. المهم الرحلة ديالنا انتهت هنا عند هاد النقطة، هاد هو المدخل ديالها. البرج ديال الريكشاك دابا حنا شدينا الطريق ديال الرجوع، بما انها غير هبطة يعني ماشي بحال ملي كتكون طالع، كتكون طالع يعني كتخدم شوية كاتريام يعني القوة الأقصى قوة عندك كتخدمها، كتخدم الموتور ديالك يعني ربع الروايل تي خصهم يخدمو باش يطلعو هاد الجبل هدا. دابا شوية الحمد لله، دابا مع الهبطة شوية كيرتاح الجسد، كيرتاح شوية كياخد النفس ديالو الحمد لله. المهم حنا غاديين دابا بسلام شوية بشوية، هادي الطريق ديال السيارات، ما كنتش عارف انا جيت في وسط الغابة لأن ظنيت على انني غادي نختصر الطريق، ساعة تكرفت شوية عذبتني مع حيت كاين العقبات بزاف طلع، هانتوما مازال كتشاهدو بأن المدينة مازال بعيدة كتبان من هنا. غادي حنا غادي مستمرين في الطريق ديالنا، هادو هما الطونوبيلات اللي كيصلحو لهاد البلايص كات كات كاين غير. الموتور صحيح يعني ما كاين غير مع شحال من كافايو، شحال من شوفال، ولا اش يقولوا لها. المهم احنا غاديين في الطريق، احنا غاديين تنوصلوا ان شاء الله. المهم الرحله اللي كنا ناويينها احنا ساليناها، ودينا معنا شويه من الذكريات وما نعاودوا للناس. انا حتى اصدقاء ديال الصفحه ديالي يعني هذه كهديه مني لهم، يعني رغم انني شعر شويه بالتعب يعني وراني غامرت في وسط الغابه، ما كاينش لا ما اللي يعتقك هنا. دابا لحد الان مازال ما شربتش الماء، مازال ما لقيتش الماء، غادي نحاول ان شاء الله من اول ما نوصلوا للمدينه شري شي قرعه د الماء هي الاولى. هيا كتكون ماجي غادي لها، هادي هي سان بيري ديال ريكشاك، هادي بعدا الطريق ديال الرجوع الى المقر ديالنا. الله يرجع البركة، نتمنى والله ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تستافدوا ان الانسان ميبقاش غير جالس في الدار، مبقاش غير مسجون ما بين الاركان ديال المنزل ديالو، يخرج من البيت ديالو شوية ويتزوج، يعني عطا الله اتساع، عطا الله واسعة كبيرة، الانسان يجي يشوف هنايا يتمتع بخيرات الله، ولو غير الطبيعة تيشوف فيها راه كتحيي القلب، كتبشر الانسان لأن هناك إله قوي عظيم، غير من خلال هادشي اللي كنشوفو هذه الطبيعة، الناس القدام اللي كانوا كيعرفو فين يعيشو كيجيو غير لهاد الطبيعة هادي، كيهربو من المدينة، المدينة عمرات غير بسبب الخدمة وبسبب الأشغال وباش الإنسان يكسب العيش ديالو والقوت ديالو، أما من حيث السكن فأفضل حاجة هي الإنسان يلتجأ الجبال كما كانوا سيدنا الأولين
ما قبل التاريخ كان هكا كيعيشوا في هاد في هاد الغابات غير بوحدهم، كل واحد بعائلته، وكتلقى مسافة بينه وبين الجار ديالو، كاينش اللي قلقو ما كاينش اللي، هادي هي الحياة، الإنسان كيقلب على الراحة والسلام، الحمد لله مازال الخير في الدنيا ومازال هناك أماكن كثيرة اللي الحمد لله. المكان اللي كنا فيه غادي كيبعد، انا ما نعرفش كله ضربوا على رجلي، انا لما رجعت على رجلي كلشي كاين هنا، لا طوبيس ولا طاكسي ولا مترو ولا كلشي بكعبه. واه كيشعر الانسان مره كيشعر بالتعب والعياء، شيء طبيعي، احنا راه ماشي مصنوعين من الهند، ولكن الحمد لله يعني على قدر يمكن الصحه اللي عطانا الله حنا كنقربشوا بها، حنا غادي الحمد لله مساعدانا مرافقانا غادي ما نبقاوش، المهم ما نبقاوش مركين في الديور ولا في الزناقي ولا في القهاوي ولا شي ما يعني ما انا بعد ما كيعجبنيش كنت مبلي بالقهوه و غادي في ايام الخدمه كان غير كنخرج من العمل كنتهي كنقطع لي وقت الساعه باش نخرج نمشي للقهوه. المقاهي كانت عندي يعني هو المكان الثاني المفضل بعد العمل، بعد طبعا بعد العمل وبعد السكن ديالي، هادو جوج محلات ولا ثلاثه المحلات كنت كننتقل منهم، العمل قهوه الدار ابي ما تبقى ما كاين يدار. وهكا حتى مرت سنين مدة طويلة يعني وانا هكا غادي نستغلو هاد الفترة هادي ديال الاستراحة تحت الشجرة تعطينا الظل، الله والنشيم العليل، يعني واحد الهواء نقيم وبارد تيدخل للصدر تفاجئ عليك، سبحانك يا ربي. هذه الدنيا يعني الانسان ما عنده علاش يقنط، يعني يخرج يتسارى يدور يسرح فقر ليه كيما وصل، ارض الله واسعه، خص الواحد يتحرك وصافي. تقعد هناك وتسمع غير الطيور، انا تتنغم اسمع تعبر على الحريه ديالها، على يعني على الحاله اللي عايشه فيها في الطبيعه، في وسط الطبيعه ما كاينش اللي يدير مجاها، ما كاينش اللي قلقها، شيء جميل جدا. يا سيدي نكملوا الرحله ديالنا ونشوف عاوتاني اشنو عندنا هنا القدام، يلا شكرا الله. شحال واحد تيبغى يتساءل مع نفسه واش كاين شي يعني كيجيك شي خوف مثلا في الغابة غير بوحدك، غير مكاينش شجار، يعني مكتخافش ربما يفاجئك شي وحش بحال الحلوف، يعني هنا كيكونو حلاف بزاف، ثعالب، سير وحنوشة والعقاب اللي جاب الله، ولكني الفكرة عندي أنا مكنعمرش راسي بهاد المشكل ديال يعني مكنضرش للخطوره، اكثر ما كنشوف ان الغابه غتعطيني السلام وغتعطيني الاطمئنان وغتعطيني يعني نعيش واحد الجو يعني مستقل من كل الضغوطات ديال البشر وديال صداعات المدينه.
طبيعي تكون راك بحالك في الغابة مثلا غير بوحدك، ما تحاولش تعمر نفسك بال يعني تخلع راسك يعني وحوش غادي يهاجموك ولا شي حاجة، يعني تكون انت غادي في يد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كانت غتوقع لك شي حاجة راه توقع لك خاطر تهرب تتعيا، ولكن انت ما تجيش تهيج النفس ديالك يعني وتحاول انك تعمرها بالخوف يعني نقي راسك من هذيك من الشكوك والافكار التافهه، يعني وداك الشيء اللي كنت كتشوفه في الافلام وداك التخربيق ديال اللي كيديروا فيه تيخرجوا الوحوش. يعني على غيكون شي نوع من الوحوش، ولكن حتى الوحوش راه فيهم راه براسهم تيخافوا على راسهم، الا طاكاوك الا هجموا عليك عرف راه غير خايفين منك او فيهم الجوع. يعني هذا هو الدافع اللي كيجعلهم انهم يوصلوا لك. اما الا كان يعني انت عاطيهم التقار وهذه ما تديهاش فيهم وزيد لقدام، هذا هو اللي خص الانسان الا كان غادي يخرج يدير شي رحله ينقي الدماغ ديالو من المشوار من الوشاويش والتخربيق ديال عندك يوقع ليه عندك يدير ليه. الا بقيتي كدير هذا الشيء ما غاديش تمشي حتى شي بلاصه، اي بلاصه غتبغي توجه لها غتبقى تضرب لها 100 حساب وحساب هذا ولا مشيت وقع ليا هذه وتعرض لي هذا داك الشيء كل شيء في يد الله. انت غير زيد الا كانت غتوقع لك شي حاجه راك في المدينه وفي دارك كاع ويمكن توقع لك شي مشاكل ولا، لكن الا ما بغاش الا كان العمر طويل راه غتدوز من طرق الاخطار وما غادي يوقع لك حتى شي حاجه باذن الله. كما كيقول سيدنا داود عليه السلام حتى ولو مشيت في وادي الظل الموت لن أخاف شرا لأنك أنت معي. سيدنا داود كيقطع واحد الوادي وهذاك الوادي مشهور بالمجرمين اللي داز من تما كيتعرضوا له وكيسلبوه وتقتلوه وياخذوا له كاع داكشي اللي عنده. وواحد المرة فكر أن سيدنا داود يقطع هذاك الواد ضروري يعني ضروري يدوز باش يمشي للضفة الثانية. إذا بعيد به يعني شعر بواحد شوية ديال الخوف وبدا كيترعاد ودخل له الشك بأنه غادي يهجموا عليه ومعا كيسمع بزاف على هذا الموقف هذا. وإذا به كيتفكر هذه الآية ديال اللي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. أيام قبل الإسلام يعني كان بعد ما بدات اليهودية، عرفوا أن اليهودية هي الديانة الأولى اللي نزلت من السماء، ثم تبعتها المسيحية وأخيرا الإسلام اللي هو ختم كل شيء وجمع بطوها. هذا هو اللي بدات يردد هذه الآية هذه في نفسه ولو مشيت في وادي الظل الموت، يعني هذيك البلاصه كانت بالنسبه لي خطيره جدا، كان يعني بلاصه ديال الموت. لن اخاف شرا، ما نخافش من الشر يعني اللي غادي يهاجمني ولا غادي يتعدى عليا. علاش؟ لانك انت معي. هو كيعبد الله ديك الساعه تيقول لك انا يعني الله معي هذاك الوقت. واخا ما كانش الاسلام باقي ما بداش باقي ما انتشر، لكن كانت العلامات الاسلام من ايام الانبياء القدماء سيدنا موسى وداود واسماعيل وسير كاع السيره النبويه راه كاينه في الكتب السماويه. لا كما كتشوفوا المنظر هذا دابا حنا مع كهبطين تيبانوا لنا كنتمنى ندينا شويه كتقرب شويه بشويه شادين الطريق ديال دابا كل مع كل غير هبطه شويه الريح كي ما تخلينيش نشد مزيان. هانت الشجره ديال المزاح في هادشي تبقى المزاح عزيز عليهم هاد النوع ديال الفاكهه تقريبا في كل دار كل فيلا كتلقى فيها شجر ديال الفاكهه
اغلبيتها المزاح والقوق والمشماش وسير وسير، يا باش خلق الله سبحانه وتعالى موجودنا. هذه هي الحياة، نشوف الناس كتحاول تهرب من الصداع ديال المدينة. دابا هاد الديور مخلينهم غير العطال ونهاية الأسبوع، ولا شي ناس كبار مساكن صافي يعني ما بقى شدوا التقاعد ديالهم، بقى لا يخدموا لا مول لا والو، التجؤوا لهاد المكانات. واحد لبنا كنسمو هادو كنسميهم طريس، طريس يعني عندهم سيارة ديالهم خاصة تجيبهم حتى المطار. إذا مازال الطريق ديالنا شوية بقى قدام، مازال بعيدة شوية، ولكن مرتاحين شوية على 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 قبل. أنا في الطلوع شوية صعيبة، في الطلوع خصوصا أنا اخترت ديك الطريق شوية مضيقة ومزاحمة، مع شجر شي داخل في شي كيسمح لكش أنك ما كتشوفش الطريق مزيان، وما كتشوفش حتى البلاصة اللي غادي نتا ليها، هادشي علاش باش كانت صعوبة شوية. إذا حنا راجعين بإذن الله. دابا حنا عرفنا المكان، إلا كتب الله من بينا مرة أخرى غيولي ساهل علينا نجيو، يعني كما كتشوفو الديور مليمها هجورة، يعني تخلاو عليها الناس، ما وجات الوقت ديالها، الله يجعل البركة. قديم جدا هذا البناء، الله شحال من عمر سنين. فانا ارتكبت انا الخطا، في عوض ما نطلع من هذا الطريق هذه مشيت طول قدام ودخلت الغابه، وتما لقيت صعوبه. اذا مره اخرى ان شاء الله، دابا حنا عرفنا الطريق مزيان، راجعين ان شاء الله غادي يكون اسهل. تركيلو اللون ده بارك كباسو. اوه 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 انت امزح كل بلاصة. عندهم الحق يحرصوا على محل ديالهم، هذه الخدمة ديالهم، بس علاش يكلهم ويشربوهم باش يحضيو باش يحرصوا على المحل. هكذا قلت المزاح في كل بلاصة، شجر المزاح هنا على الجهد. إذا راه ديك البلاصة اللي كنت فيها شو شحال المسافة، ها شي كلو ضربتو على جهدي ذهابا وإيابا. كان عليا خصني نطلع من هنا، ولكني ما كنتش عارف الطريق مزيان. دخلت في وسط الغابة، خرجت بصعوبة، يعني تكرفست شوية على راسي. إذا نختمو الجولة ديالنا بهذا المشهد الجميل ديال الطيور اللي كتعبر على السلامة، والحمد لله رجعنا بخير وعلى خير. والآن احنا مستمرين في البحث على شي مواضيع أخرى اللي كترضي المتتبعين، وشكرا لكم على هذا الانتباه. إلى اللقاء.